السلام عليكم متابعي قناة درو وأبدع، كيف حالكم أصدقائي؟ أين أنتم يا عشاق هجوم العمالقة؟ كيف حالكم؟ طبعاً في فيديو اليوم رح نرسم الشخصية الرئيسية من مسلسل هجوم العمالقة وهي شخصية إيرين، وطبعاً رح نرسم أصدقائه في فيديوهات لاحقة إن شاء الله. طبعاً في هذا الفيديو بس رح نحتاج قلم الرصاص ورح نحتاج قلم التخطيط الأسود في نهاية الرسمة. يلا نبلش كالعادة، رح نرسم خط أولي بهاي الطريقة. طبعا إيرين لافف وجهه هناك، رح نرسم العين من هان. حفة العين من تحت، شفت عينه الثانية، الجفن، دائرة العين هنا بتكون أصغر شوي، بتطلع هناك طبعا. طبعا البؤبؤ رح نعمل البؤبؤ، لما العين رح يجي من تحت، هاي الطريقة. طبعا نعمل خط نمده هيك، نعمل الأنف بهاي الطريقة، آخر الأنف مش بيجي مبوز زي الانامات الثانيات، إله معالم شوي. طبعا قبل ما نرسم الفم خلينا ننتقل لرسم الحاجبين. حواجب إيرين خمال شوي، طبعا هذا الحاجب ما يكونش طويل لانه لافف لهي الجهة. حاجب العين الثانية، طبعا إيرين مبين شوي هيك معصب في الصورة، اصلا في المسلسل نفسي اشوفه مبسوط من كثر الاسى اللي ذاكه، الواحد بيستغرب لما يشوفه يضحك. نعمل الفم، طبعا نعمل حز هيك وخط، طبعا بعدين بنرسم الوجه. الوجه بيكون شوي قريب من عند العين، حز الوجه، خط الوجه. نرسم خط بالأسفل، طبعا عظمة الوجه من هنا بتيجي بهاي الطريقة.
وجههم طاول شوية بعد عظمة الوجه محل الذنب بتغيرش محله. طبعا هالكيت عملنا هيك الوجه والذان، هسا وانت ببين بس نعمل الشعر. طبعا نقسم الصباح هيك هاي الطريقة مشان نعلم. طبعا نعمل الغرة شوي جاي على حاجبه من هان، غرتين هني بس، خصلتين شعر. نعمل كمان من هان خصلة، لامسة بس طرف الحاجب. نعمل هيك عادي، لو الحاجب يتغطى من هان مش مشكلة. اللي حبيته اكثر اشي في كاريكاتير الابطال انه شعرهم، حركة الشعر وهي لما يجي على الشعر هوا مثلا، حركة الشعر كثير عجبتني، متعوب عليها كثير. طبعا من هنا حنعمل دائرة هيك زي، بس يعلمنا يعني تخافوش ابدا اذا رسمتوا بالرصاص بهذا الشكل ابدا. بس مشان يعلم لنا كيف نرسم الشعر. طبعا هذا خط اولي، هسا الخط الثاني هذا الخط يعني اللي راح ينمسح في النهاية، بس مشان يعلم لنا وين الشعر راح يكون. طبعا هنا الركبة رح تيجي، تمام نكمل الشعر بهاي الطريقة. نرفع شوية الذقن لفوق. عشان نجيبه 100%. في حال إذا أخفقتم معي امسحوا المحاي وامحوا أول بأول، معلش. من هنا من عند لحيته بنطلع كبة القميص اللي لابسه.
شوي هيك نرفع الكبة. طبعا الجهة الثانية الكتف هاود هي شوي. عن جد تصميم لبسهم كثير تعبوا عليه. زي ما انتو شايفين هيك خلصت الصورة، خلصت صورة إرن. بضل علينا آخر إشي نمسح الخطوط الأولية وأي خطوط زايدة كمان، أو إذا بدكم بتقدروا تمسحوا الخطوط في الآخر، آخر يعني في الأخير بعد ما تلونوا تخططوا بقلم التخطيط. طبعا آخر إشي بضل علينا نخطط الصورة.